السلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بيكم. فيديو النهارده يا جماعه من داخل الحديقه. قبل ما تسمع الفيديو ده، لو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الاشعارات. النهارده عند النعامه الجميله اهو. الفرق بقى الفرق بين النعامه يا جماعه اهو والاميو. النعامه تمام طويلة ورجلينها طويلة، تمام يعني الرقبة بتاعتها أطول، شايفين حتى لو لاحظتم هنا اميو يعني شبه بس يعني على قصير، تمام اهو شايفين هي نفس النعامة وشكلها يعني، بس دي قصيرة، بس تفرق ان دي قصيرة. دي اسمه حيوان اسمه اميو تمام. اميو ده يا جماعة عدد البيضات من 10 لـ20 بيضة، تمام عدد البيض بتاعهم من 10 لـ20. متوسط العمر من 10 سنين لـ20 سنة، تمام. وزن الواحدة بتوصل ل 48 كيلو 50 كيلو 52 كيلو كده يعني، تمام. النمو بتاع الريش بينمو لما يكون عنده 3 شهور ونص، تمام. بيبدا يطلع الريش الكبير ده زي ما انتم شايفين كده. انما هنا النعام ده نعام افريقي، ده نعام افريقي يا جماعه شايفين. موسم التزاوج طبعا في الربيع، تمام. دي عمرها حوالي 4 سنين، تمام. سن البلوغ من 3 سنين لـ4، تمام. متوسط العمر 30 سنة، يعني ما شاء الله النعامة دي بتعيش لـ30 سنة. انتوا متخيلين يا جماعه ما شاء الله يعني. عدد البيض حوالي من 5 بيضات ل 15 بيضه، بسم الله ما شاء الله يعني. تعال هنا، تعال سلم على الناس، تعال 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 هنا، تعال هنا بقى. الاميو حيوان اسمه اميو، هو اسمه اميو بس كده، شبه النعامة. شايفين بيعمل ايه؟ ده يلف بقى بيدور على الاكل، دور على حاجة ياكلها. يا جماعة أي حد ما اشتركش في القناة يا جماعة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل الإشاعات الجديدة، تمام. زي ما حضرتك شايف الجمال والحلاوة. تعال هنا، تعال عايز يهاجم، تعال عايز يهاجم، اها اوعى، تعال هنا، تعال. ده الذكر ده يا جماعه، ذكر واثنين اناتي. النعامه بقى دي مفترسه على تعض برضه، خلي بالكم. تعال هنا، ها تعال